سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے مالک اس جوڑے کے اندر محبت میں یا الہ العالمین رشتہ جوڑے گئے توفیق نصیب ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنے والا بنانا یا الہ العالمین ایک دوسرے دے ماں باپ اپنا ماں باپ سکھن والا بنانا یا الہ العالمین رشتے داری دے اندر دوسرے سلوک نصیب فرمانا یا الہ العالمین جس طرح خوشی نال رشتے جوڑے گئے اللہ اسی طرح ایک دوسرے دے نبھان کی توفیق نصیب فرمانا یا الہ العالمین خیر دے دروازے نواز دے کھول دے یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر کرشتی محمد